وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع المجلس 30 من مجالس كتاب اللمع في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وما زال حديثنا موصولا مع القياس كمصدر من مصادر التشريع وما يتعلق به. انتهينا بحول الله وقوته في المجلس الماضي من الكلام على القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز، واليوم نتكلم عن ركن جديد من أركان القياس. وحتى نستعيد القياس، أنتم تعرفون يا أبنائي الأعزاء أن كل قياس لابد له من أركان أربعة: الأصل وهو المقيس عليه، والفرع وهو المقيس، وحكم الأصل وهو الحكم الذي ثبت بنص أو إجماع، والعلة وهي الوصف الظاهر المنضبط الذي أناط الشارع الحكيم الحكم به. موعدنا اليوم في الكلام على الحكم، يعني حكم الأصل. حكم الأصل، فلو استحضرتم معي المثال المشهور في كتب الأصول، قياس النبيذ على الخمر في التحريم بعلة الإسكار، فالخمر أصل والنبيذ فرع والحرمة حكم والعلة هي الإسكار. الكلام اليوم عن الحكم، هذا حكم الأصل. هذا الأصل هو الخمر والنبيذ هو الفرع. ما هو حكم الأصل؟ هو الحرمة، الله تعالى حرم الخمر. هذا الحكم الشيخ الشيرازي رحمه الله سيتكلم عن هذا الحكم وما الشروط المتوفرة فيه. فقال رحمه الله: باب بيان الحكم، يعني حكم ماذا؟ حكم الأصل. بيان الحكم يعني حكم الأصل. قال: أعلم أن الحكم هو الذي تعلق على العلة، يعني أنت بسبب العلة تقول حكما، بسبب العلة تقول حكما، تقول العلة هي الإسكار فالحكم هو التحريم. في قياس ضرب الوالدين على تأفيفهما، الله تعالى قال في شأن الوالدين: فلا تقل لهما أف. فلو قال إنسان، ما هو أزيد من الأف؟ سب أو شتم أو ضرب، فنقول الضرب أو السب أو الشتم حرام قياسا على التأفيف، فالتأفيف أصل، والسب أو الشتم أو الضرب فرع، وحكم الأصل هو الحرمة، يحرم قول أف للوالدين أو سبهما أو شتمه. والعلة هي الإيذاء، بسبب هذه العلة تعلق الحكم. هذا معنى كلام الشيخ: اعلم أن الحكم هو الذي تعلق على العلة، فالذي يتعلق على العلة هذا هو الحكم. الذي يتعلق على العلة ما هو؟ قد يكون تحليلا، يعني حكم بالحلم، أو تحريما حكم بالحرمة، أو إيجابا حكم بالوجوب، أو إسقاطا يعني حكم بالإسقاط. فالحكم والذي تعلق على العلة، لولا العلة ما عرفنا الحكم الموجود في الأصل، لولا الإسكار ما قلنا الخمر حرام، لولا الإيذاء ما قلنا سب الوالدين حرام، وهكذا. هذا معنى كلام الشيخ: اعلم أن الحكم يعني حكم الأصل والذي تعلق على العلة، يعني كانت العلة سببا فيه. والعلة كما قلت لكم في الدرس الماضي الوصف الظاهر المنضبط المناسب المتعدي، يعني لابد أن تكون العلة وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا متعديا. فهذا معنى كلام الشيخ: اعلم أن الحكم والذي تعلق على العلة. من التحليل يعني الأحكام، هذه ما هي الأحكام؟ قد تكون الحكم بحل شيء، يعني التحليل هذا نوع من أنواع الحكم. التحليل تقول هذا الشيء حلال قياسا على هذا، والتحريم تقول هذا الشيء حرام قياسا على هذا، والإيجاب هذا الشيء واجب قياسا على هذا، والإسقاط هذا الشيء لا يجب قياسا على هذا. ثم إن هذا الحكم يا أبنائي الأعزاء على ضربين، قال وهو على ضربين: مصرح به ومبهم. لاحظ، من الذي سيصرح بالحكم؟ هو فاعل القياس. القياس هذا يحتاج
إلى فاعل، إلى قائس، إلى مجتهد، إلى فقيه، إلى مفتي، لأننا اخترنا في أول كلام القياس أن القياس عمل من أعمال المجتهد، فالقياس يحتاج إلى قائس، هذا القائس هو الفقيه، هو المجتهد، هو المفتي، هو أنت أيها طالب العلم. تصرح بالحكم، يعني تذكر الحكم مصرحا به أو تذكره مبهما. فالحكم الذي تعلق على العلة واحد من اثنين، يا مصرح به، من فعل التصريح؟ القائس، الفقيه، المجتهد، المفتي، الطالب الذي يجري القياس. قال وهو على ضربين، يعني على نوعين أو قسمين، مصرح به من قبل القائس ومبهم. ثم سيذكر الآن الأمثلة. قال فالمصرح به أن نقول نحن القائسين، أو تقول أنت القائس، أو أنت الفقيه، أو المجتهد، فجاز أن يجب، هكذا تقول، فجاز أن يجب، ها؟ فجاز، زد عندك عبارة أن يجب، أو فوجب أن يجب، يعني أنت أيها القائس تقول هذا يقاس على هذا، فوجب أو فجاز أن يجب هذا، يعني أنت أيها الفقيه المجتهد الذي تجري القياس تصرح تقول هذا جائز أو هذا واجب أو هذا حلال أو هذا حرام أو هذا غير واجب. فالتصريح يعني أن تذكر في عبارتك ما يفهم منه القياس صراحة، لأن في كلام مبهم. قال فالمصرح به أن نقول، وفاعل القول هو من يجري القياس، فجاز أن يجب أو فوجب أن يجب، مثل ما مثل عندك محقق الكتاب، قال تقول شراب فيه شدة مطربة، شراب عصير العنب فيه شدة مطربة، يعني تجعلك يعني إما حزين وإما فرحان، شدة مطربة، فوجب أن يكون حراما. فقولك أنت هذا شراب فيه شدة مطربة فوجب أن يكون حراما، قولك فوجب هذا تصريح منك بالحكم، فوجب، يبقى الحكم هو هذا. أو تقول هذا مطعوم جنس، لما قلنا البر بالبر والشعير بالشعير، فالآن يا سيدنا الشيخ الذرة أو الأرز مطعوم جنس، فوجب أن يكون حراما قياسا على ماذا؟ على البر، لأن البر منصوص في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالنوع الأول من الحكم هو الحكم المصرح به من قبل القائس، القائس نفسه يصرح بأن هذا الحكم واجب أو جائز أو حلال أو حرام أو ساقط أو ثابت إلى آخره، هذا النوع الأول، وهذا لا كلام فيه. يعني إذا صرح القائس والفقيه والمجتهد والمفتي بالحكم فهذا لا كلام فيه، لا يسعنا إلا التسليم. قال وما أشبه ذلك، يعني أشبه عبارة فجاز أو فوجب أو فحل أو فحرم أو فثبت أو فارتفع، هذا أشبه بذلك. والمبهم الآن القائس لن يقول فوجب ولا فجائز، وإنما يأتي بعبارة فيها إبهام. هل أنت تريد أن تلحق الفرع بالأصل بالنص أو بالإبهام؟ فالنوع الثاني من أنواع الحكم، قال والمبهم على أضرب منها أن يقول أو نقول، القائل من القائل؟ القائس. فأشبه كذا، أنت تقول مثلا العوراء أشبهت العمياء، تشبه العوراء وتسكت، ولا تقول في جواز التضحية أو في عدم الجواز، يعني لا تصرح أنت، لا تنطق بالحكم، وإنما تأتي بعبارة الشبه، كلمة أشبه يساوي، هل أشبه في الحكم ولا أشبه في ماذا؟ ممكن أقول أنا العمياء، الشاه العمياء أشبه بالعوراء، ممكن يكون تعبيري هذا أشبه في أن كل منهما لا يرى جيدا، أو أشبه في أن كل منهما لا يأكل كثيرا، أو أشبه في أن كل منهما كبير أو صغير. فالتعبير بأشبه دون أن تصرح
بجواز التضحية أو عدم الجواز هذا إبهام في الحكم، فهذا معنى كلام الشيخ. والمبهم على أضرب، منها أن نقول فأشبه كذا. أين المبهم هنا يا ابنائي؟ المبهم هنا الحكم، حكم غير واضح. فأشبه كذا في ماذا؟ في ماذا غير موجود؟ فأشبه كذا في الجواز، في المنع، في التحليل، في التحريم، في الإثبات، في النفي، غير موجود. فالتعبير بكلمة أشبه كذا هذا نوع من الإبهام. فلو كتبت لي عندك على هامش الكتاب هل يثبت القياس، اكتب هذا الكلام على الضرب الأول، هل يثبت القياس بقول القائس فأشبه كذا، هل يثبت القياس بقول القائس فأشبه كذا؟ وأرجو أن تنتبهوا معي السؤال، يعني أنا قلت لك العمياء أشبه بالعوراء فقط، ولم أنص ولم أصرح في ماذا. فهل يثبت القياس إذا قال القائس فأشبه كذا بدون تصريح بالحكم؟ في المسألة رأيان، انتبهوا معي، في المسألة رأيان سنذكرهما. قال منها أن تقول أو نقول أو يقول فأشبه كذا، فمن الناس، هذا الرأي الأول، اكتب على الرأي الأول، فمن الناس من قال إن ذلك لا يصح، يعني لا يثبت القياس بقول القائل أو القائس فأشبه كذا. ليه؟ لأن هذا وجه الشبه غير مصرح به، وجه الشبه مبهم. أحسنت يا باشمهندس، وجه الشبه مبهم. قال فمن الناس من قال إن ذلك لا يصح، لماذا؟ قال لأنه حكم مبهم. أنا لا أعرف وجه الشبه، ماذا تريد أن تشبه هذا بهذا؟ هذا الرأي له. ومنهم من قال، هذا الرأي الثاني، ومنهم من قال إنه يصح، يعني لو قال القائس العمياء أشبهت العوراء ولم يقل في جواز التضحية أو في عدمها، الرأي الثاني وهو الذي صححه الإمام الشيرازي قال أنه يثبت به القياس. قال ومنهم من قال إنه يصح وهو الأصح، لماذا؟ قال لأن المراد بي فأشبه كذا في الحكم، يعني هو لما دخل القائس أو السائل والمسؤول، السائل والمسؤول دخلوا في المسألة كان يريد أن يثبتوا حكما مسبقا بينهم، كأنه هذا متفق عليه يعني معروف سلفا. قال فأشبه كذا لأن المراد به فأشبه كذا في الحكم الذي وقع السؤال عنه، وذلك حكم معلوم بين السائل والمسؤول. السائل هذا والمسؤول لك أن تسميه المستدل والمعترض، يعني المستدل يريد أن يثبت الحكم بالقياس والمعترض يعترض على إثبات هذا الحكم بالقياس. فالمستدل يقول العمياء كالعوراء أو العمياء تشبه العوراء ويسكت ولا يأتي بالحكم. فيقول من حق المعترض يقول لا أسلم لك هذا القياس لأنك لم تصرح بالحكم. ماذا يكون جواب المستدل؟ المستدل يقول الأصل أننا دخلنا المناظرة أنا وأنت لنثبت هذا الحكم، فكأنه معروف بيننا سلفا، هذا معنى كلام الشيخ. قال لأن المراد به فأشبه كذا في الحكم الذي وقع السؤال عنه، وذلك حكم معلوم بين السائل والمسؤول، فيجوز أن يمسك القائس، القائس أو المستدل عن بيانه اكتفاء بالعرف القائم بينهما، يعني العرف أصلا يقضي بأنه طالما جرت مناظرة بين السائل والمسؤول أو المستدل والمعترض، فهذا اللي يعرف يا أبنائي الأعزاء بتحرير محل النزاع سلفا. هم حرروا محل النزاع ابتداء وقالوا نحن نريد أن نثبت هل يجوز التضحية بالعمياء، فالمستدل يقول لا يجوز التضحية. إن قال لا يجوز التضحية بالعمياء قياسا على العوراء يبقى صرح، يبقى القسم الأول.
وإن قال العمياء أشبه بالعوراء وفقط دون أن يصرح ففي هذا رأيان عند الأصولين. رأي يقول هذا لا يثبت به القياس، ورأي ثاني يقول هذا يثبت بالقياس وهو الأصح الذي صححه الإمام الشيرازي رحمه الله، لأن العرف قاض بأن هذا الحكم المسؤول عنه معروف سلفا بين السائل والمسؤول. أظن هذا واضح يا أبناء. قال ومنها هذا الضرب الثاني من أضرب الحكم المبهم، أضرب الحكم المبهم، واكتب لي عندك على الكتاب حكم إثبات القياس بالتعليق على التسوية بين الحكمين. السورة الأولى قال فأشبه كذا، السورة الثانية ماذا سيقول؟ سيقول يساوي كذا، يقول إيه؟ العمياء تساوي العوراء، ولا يصرح بماذا؟ بالحكم، ولا يصرح بالحكم. فما هو الحكم أو حكم إثبات القياس بالتعليق على التسوية بين الحكمين؟ فيها رأيان أيضا، فيها رأيان. قال منها أن يعلق عليها التسوية بين الحكمين كقولنا في إيجاب النية في الوضوء. انتبهوا يا أبنائي الأعزاء، الوضوء هل تجب فيه نية؟ العلماء اختلفوا في وجوب النية في الوضوء، فبعض الفقهاء يقول تجب النية في الوضوء قياسا على التيمم، يعني يقيس الوضوء على التيمم ويقول تجب النية في الوضوء قياسا على التيمم بجامع أن كل منهما رافع للحدث، وبعض العلماء يقول لا تجب النية في الوضوء. لماذا؟ قياسا على إزالة النجاسة، يعني لو عندك نجاسة الآن أصابت ثوبك أو أصابت بدنك وأنت تريد أن تزيل هذه النجاسة، هل تنوي؟ لا تنوي، يعني إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. فالآن لو سوينا الوضوء بإزالة النجاسة، قلنا الوضوء يساوي إزالة النجاسة، أين الأصل؟ إزالة النجاسة، أين الفرع؟ الوضوء. فالقائس سيقول الوضوء يساوي إزالة النجاسة ويسكت، ثم يأتي بوجه الشبه ويقول لأن الطهارة فيهما المائع فيها كالجامد، المائع يعني الميم، والجامد مثل الحجر أو التراب أو شيء من هذا القبيل. طيب معروف أصلا إن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، معروف إن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، فلو ساوى الوضوء بإزالة النجاسة وسكت دون تصريح فهل يثبت القياس بهذا أو لا يثبت؟ طبعا الجماهير من الفقهاء يقولون بوجوب النية في الوضوء قياسا على التيمم ولأدلة أخرى منها حديث الأعمال بالنيات، لكن من منع النية في الوضوء ليس له مستند إلا قياس الوضوء على إزالة النجاسة في أن مائعهما وجامدهما سواء، هذا معنى التسوية. اقرأ معي بقى الكتاب. قال منها أن يعلق عليه التسوية بين الحكمين كقولنا في إجاب النية في الوضوء إنها طهارة فاستوى مائعها وجامدها، يعني أنت تتوضأ بالماء وعند غياب الماء ممكن تستخدم التراب في النية. قال كإزالة النجاسة، يعني يستوي فيها المائع والجامد، لأنك يمكن أن تزيل النجاسة والجامد بالحجر في الاستنجاء. وسائل الطهارة أربعة: الماء والتراب والحجر والدبغ. وسائل الطهارة أربعة، يعني أنت تطهر الأشياء بواحد من أربعة: بالماء أو بالتراب، التراب عند فقد الماء، أو بالحجر في الاستنجاء، أو بالدبغ يعني دبغ الجلود، أيما إهاب دبغاء فقد طهر. قال فمن أصحابنا، هذا الرأي الأول، يبقى من أصحابنا هذا جواب على ماذا؟ على السؤال الذي أمليتكم إياه: ما حكم إثبات القياس بالتعليق على التسوية؟ قال فمن أصحابنا من قال إن ذلك لا يصح، هذا الرأي الأول، يعني لو قال هذا يساوي هذا لا يثبت القياس، لأنني لا أعرف يساويه في ماذا.
بدليل انه لما ساوى الوضوء بازاله النجاسه، المعهود عندنا ان ازاله النجاسه لا تحتاج الى نيه. فهل مجرد ان يقول القائل او القائس هذا يساوي هذا، هذا مثبت للقياس؟ قال: فمن اصحابنا من قال ان ذلك لا يصح، لانه يريد به، يعني القائس يريد به ان يسوي بين الجامد والمائع في الاصل. الاصل ما هو؟ ازاله النجاسه في اسقاط النيه. واذا قال قياسا على ازاله النجاسه يبقى مقصوده ماذا؟ مقصوده عدم اشتراط النيه، ومقصود المستدل هو اثبات الايه؟ النيه. ومن هنا قال الفريق الاول ان اثبات القياس بالتسويه بين الحكمين لا يصح. قال: في الفرع في ايجاب النيه، فصارت الجهه كما يقولون منفكه. في ازاله النجاسه لا تشترط نية، في الوضوء يحتاج إلى نية، فكيف تسوي؟ إذن أنت الآن تحاول الجمع بين النقيضين. قال: وهما حكمان متضادان، والقياس يستقى، حكم الشيء يستقي، ها؟ يستقي حكم الشيء من نظيره لا من ضده ونقيضه. ليه؟ لأننا قلنا في تعريف القياس ابتداء، القياس في لغة العرب ها؟ التسوية، القياس المساواة بين الشيئين. يقول فلان قاس الثوب بالزراع أو قاس النعل بالنعل، يعني ساواه به. ومنهم من قال هذا الرأي الثاني. الرأي الثاني في ماذا؟ في حكم إثبات القياس بالتسوية بين الحكمين. ومنهم من قال إن ذلك يصح، يعني يصح أن تثبت القياس، أن تثبت القياس بالتعليق على التسوية بين الحكمين. قال: وهو الصحيح. كأن الشيخ الشرازي برضو مع القاعدة موافق للمسألة الأولى أو للضرب الأول، لأن حكم العلة هو التسوية بين المائع والجامد في أصل النية، والتسوية بين المائع والجامد في النية موجودة في الأصل في إزالة النجاسة أو الطهارة في الزطاي. والفرع من غير اختلاف، يعني لا يوجد خلاف بأن نستخدم المائع والجامد في الطهارة وفي إزالة النجاسة، هذا ما في خلاف. لكن الخلاف في أمور أخرى وهي اشتراط النية، فكأن النية فرع، لكن لا خلاف بين العلماء في أن الجامد والمائع في إزالة النجاسة وفي الوضوء يتساويان في هذا، وإنما الخلاف في ماذا؟ في أمر خارج. قال: وإنما يظهر الاختلاف بينهما في التفصيل. اكتب عندك عند التفصيل، هو وجوب النية، وليس ذلك حكم علته. وما الحكم العلة؟ إيه اللي بيشتغل عليه؟ هي التسوية بين المائع والجامد. قال: ومنها، من أضرب الحكم المبهمة، ولك أن تكتب عليه الحكم المبهم المعلق على العلة. طيب لا، اكتب عندك على البتاع حكم إثبات القياس، حكم إثبات القياس بتأثير المعنى أو بتأثر المعنى، أسف، حكم إثبات القياس بتأثر المعنى بحكم العلة. قال: ومنها أن يكون حكم العلة إثباتا لتأثير المعنى، مثل قولنا في السواك. أرجو أن تنتبهوا معي، عندنا نحن الشافعية أنه يكره للصائم أن يتسوك، أن يستخدم السواك بعد الزوال، والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للإيه؟ للصائم. فبعد الزوال يعني بعد الظهر، بعد أذان الظهر، إذا كنت صائما لا تستعمل السواك، لأن حديث النبي: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالآن لو استخدمت السواك بعد الزوال، هل استخدام السواك بعد الزوال يكون له تأثير ولا لا يكون؟ يكون له تأثير، وهو إزالة
خلوف الفم الرائحة المطلوبة. طيب لو تمضمضت وأنت كثيرا أو بالغت في المضمضة وأنت صائم، فهل المبالغة في المضمضة لها تأثير؟ نعم لها تأثير، لأن المبالغة في المضمضة سبيل وزريعة ووسيلة إلى الفطر. فعند الآن أمران، استخدام السواك له تأثير في المعنى، والمبالغة في الوضوء لها تأثير أيضا. فالآن هل إثبات القياس بتأثر المعنى بحكم العلة له دخل في القياس أو لا؟ قال ومنها أن يكون حكم العلة إثباتا لتأثير المعنى، مثل قولنا في السواك للصائم إنه تطهير يتعلق بالفم من غير نجاسة. يعني أنت تستخدم السواك في الفم تطهر به الفم لنجاسة؟ لا، لغير نجاسة. فوجب أن يكون للصوم تأثير فيه. ها؟ يبقى فيه تأثير، الصوم له تأثير في استخدام السواك. يعني أنا إن استخدم السواك وأنا صائم فالسواك هيبقى له أثر، وهو إزالة الرائحة الفم كالمضمضة. أين الأصل وأين الفرع؟ المضمضة الأصل والفرع السواك. المضمضة ما هو الأثر المتعلق بها؟ أنها سبيل، عند المبالغة في المضمضة سبيل إلى الفطر. أنت تتمضمض كثيرا ربما يمر الماء في جوفك. قال كالمضمضة، قال فهذا يصح. يبقى الشيخ الشيرازي يرى أن إثبات القياس بتأثر المعنى بحكم العلة صحيح، صحيح، لأن للصوم تأثيرا في المضمضة وهو منع المبالغة. يعني إذا كنت صائما فلا تبالغ في ماذا؟ في المضمضة. كما أن للصوم تأثيرا في السواك وهو في المنع منه بعد الزوال، بعد الزوال، لأنه سيزيل رائحة الفم المعروفة في الحديث بخلوف فم الصائم. يعني إذا تغير فم الصائم بعد الزوال اتركه عند الشافعية، وعند غيرنا عند غير الشافعية يرون السواك مستحب في الصائم والغير الصائم. قال وهو في المنع منه بعد الزوال وإن كان تأثيرها مختلفا. كيف التأثير يبقى مختلف في المضمضة وفي السواك؟ في المضمضة التأثير تأثيرها تؤدي إلى الفطر. المضمضة إذا بلغت تأثيرها يؤدي إلى أن أنا أشرب. طيب تأثير السواك في الصيام هيزيل الرائحة. طب أي التأثيرين أقوى في إفساد الصوم؟ المضمضة، لكن السواك مجرد إزالته. إذن لكل من المضمضة والسواك تأثير، غاية الأمر أن التأثير مختلف. فالتأثير في المضمضة زريعة إلى الفطر، والتأثير في السواك ذريعة إلى إزالة خلوف فم الصائم المطلوب بقاؤها. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال واختلافهم في كيفية التأثير لا يمنع صحة الجمع. يعني كان الشيخ الشيرازي على أن إثبات القياس بتأثر المعنى بحكم العلة يصح وإن كان التأثير مختلفا. قال واختلافهم في كيفية التأثير لا يمنع صحة الجمع، يعني بين الفرع والأصل، لأن الغرض إثبات تأثير الصوم في كل واحد منهما. من ماذا وماذا؟ المضمضة والسواك. وقد استويا في التأثير، يعني هذا مؤثر وهذا مؤثر وإن كان نوع التأثير مختلف، فلا يضر اختلافهما في التفصيل. هذا آخر الكلام في الحكم. انتقل المصنف بعد ذلك يتكلم على باب مهم جدا في القياس، وهو ما يعرف بمسالك العلة. الباب القادم هذا باب بيان ما يدل على صحة العلة
ولك أن تعبر عنه أو تترجم له بمسالك العلة، يعني الطرق التي يعرف بها كون الشيء علة. انتبه معي، قلت لكم غير مرة يا أبنائي الأعزاء إن العلة هي أهم ركن في القياس، أهم ركن في القياس. العلة هذه ما هي الطرق التي نتعرف من خلالها على العلة؟ هذا السؤال ترجمه العلماء في كتب الأصول بقولهم مسالك العلة، أو الطرق التي يعرف بها كون الشيء علة. يعني أنا كيف أعرف أن هذا علة حتى أثبت بها حكم الأصل؟ على جهة الإجمال يا أبنائي قبل القراءة، العلة مسالك العلة واحد من اثنين، مسالك نص واستنباط أو نص واجتهاد. يعني أنت تعرف العلة عن طريق النص، يعني نص في القرآن أو نص في السنة أو الإجماع أو الاستنباط. الاستنباط يعني أنت أيها الفقيه، أيها المجتهد، أيها المفتي، أيها الحاكم، أيها القاضي، إذا لم تكن العلة منصوصة بأن قال الشارع لعلة كذا أو من أجل كذا أو كي كذا أو لكذا أو بسبب كذا، فأنت ليس لك إلا أن تجتهد في استخراج واستنباط هذه العلة. فمسالك العلة على جهة الإجمال ها نوعان، منصوصة ومستنبطة أو نص واجتهاد كما يقولون. فالشيخ الآن، وهذا بالمناسبة يعني موضوع سهل لكن يحتاج منكم إلى ضربة في الوقوف على أدوات التعليم في اللغة العربية، يعني هذا المسلك يحتاج إلى معرفتك بأدوات التعليل في لغة العرب. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه: باب بيان ما يدل على صحة العلة، وقلت لك عبر عنها بمسالك العلة. وجملته أن العلة لا بد من الدلالة على صحتها، لأن العلة شرعية كما أن الحكم شرعي، وإذا كانت الأمور شرعية تحتاج إلى تثبت في الصحة، وكما لا بد من الدلالة على العلة. قال: فصل. والذي يدل على صحة العلة شيئان، أصل واستنباط. الأصل هذا عبر عنه بالنص، والاستنباط هذا عبر عنه بالاجتهاد. يبقى مسالك العلة نص واجتهاد أو نص واستنباط. فأما الأصل، الأصل هذا اللي هنسميه نص، ها الأصل اللي هنسميه نص، فأما الأصل فهو قول الله عز وجل، يبقى نص من القرآن، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم نص من السنة، وأفعاله صلى الله، يعني الرسول يفعل فعلا أمام واقعة معينة فيفهم أن فعله هذا علة لهذا، كما يقولون: سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسجد. فعرفنا أن السجود علة للإيه؟ للسهو. هذا فعل ولا قول؟ هذا فعل. يبقى من مسالك العلة السنة، سواء كانت قولية مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر. هذا تصريح من النبي في أن الاستئذان قبل الدخول على الإنسان من أجل البصر، يعني مخافة أن يقع بصرك على شيء يكرهه الذي تستأذن عليه. قال: فهو قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإجماع الأمة. يبقى النص أو الأصل يشمل ثلاثة أشياء: القرآن والسنة وماذا؟ والإجماع. فأما قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فدلالتهما من وجهين: أحدهما من جهة النطق، يعني المسلك الأول من مسالك العلة المنطوق أو الكلام الملفوظ، سيكون فيه لفظ أو أداة من أدوات التعليل. أنتم تقرؤون: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ها لعلكم، هذا نص في العلم. يقولون: حرمت الخمر للإسكار،
لو قال لو قلت هكذا فهذا يسموه تصريح، تصريح بالعلة بالمنطوق، يعني العلة أو مسلك العلة المتعلق بكلام الله وكلام الرسول قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما. فقال أحدهما من جهة النطق والثاني من جهة الفحوى والمفهوم، ها اللي هو الكلام يا منطوق يا مفهوم، والمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ في محل السكوت. فأما دلالتهما من جهة النطق فمن وجوه أيضا بعضها أجلى من بعض. فأجلها، وأعطيني رقم واحد على أجلها، ما صرح فيه بلفظ التعليل، يعني ستقرأ في نصوص القرآن أو نصوص السنة ألفاظ تعليلية كقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل في قصة قابيل وهابيل لما قتل قابيل هابيل، والله تعالى بعد أن حكى القصة قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا إلى آخر الآية. فأين التعليل الصريح هنا؟ من أجل، من أجل، كلمة أجل، لأجل، لأجل كذا، من أجل كذا. فمن من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. وكقوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم، يعني عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة، والدافة هي القافلة من الناس التي قدمت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق. فأنت أيها الموفق، خاصة أبناءنا الذين يدرسون في كلية أصول الدين قسم الحديث، لو بحثت في المعجم المفارس لألفاظ الحديث في مادة آجال الهمزة والجيم واللام ستقف على أحاديث كثيرة فيها تعليل صريح من النبي عليه الصلاة والسلام. من أجل قال كقوله إنما نهيتكم، نهانا عن ماذا؟ عن ادخار لحوم الأضاحي، لأجل الدافة. ولاحظ في الآية من أجل، من دخلت على أجل، وهنا اللام دخلت على أجل، فأصل الكلمة أجل، أجل ومشتقتها وما يتعلق منه. وكقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني الرسول شرع الاستئذان من أجل البصر، يعني لعلة البصر. يعني كلمة لأجل إذا مرت بك في النص الشرعي فلك أن ترفعها وتستعيد مكانها لعلة، فتقول لعلة ذلك كتبنا، لعلة ذلك كتب، لعلة ذلك كذا. وكقوله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر بالرطب، تمر جاف بالرطب على رؤوس النخل، قالوا يا رسول الله يصح بيع الرطب بالتمر؟ فالرسول سأل قال أينقص الرطب إذا جف، يعني إذا الرطب ترك في الأرض وجف ينقص عن التمر؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، فلا إذن، الشاهد هنا إذن، إذن، إذن هذه أداة من أدوات التعليل أي الصريحة. يبقى هذا أجله. إذن المنطوق في كلام الرسول وكلام الله عز وجل درجات، أجلها أن تستخدم لفظ التعليل صراحة، صراحة. قال فلا إذن أي من أجله، فهذا صريح في التعليل، صريح. وأنت تستطيع أن تقول في شأن الفيء الرسول عليه الصلاة والسلام، شأن الفئ ماذا يقول الله؟ قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي، كي هذه التعليلية. قال ويليه في البيان والوضوح، اللي هو المنطوق، اللي هو المسلك الأول، مسالك النص، مسالك النص المنطوقة درجات، أجلها التصريح بالتعليل. ويليه، ويليه في البيان والوضوح، اكتب على رقم اثنين، أن يذكر صفة لا يفيد ذكرها غير التعليل،
اكتب لي عندك وهذا هو المسمى بالتنبيه والإيماء. يعني الشارع الحكيم يذكر صفة ليس فيها تعليل صريح، وإنما ذكرها لا يفيد إلا التعليل، قلق قوله عز وجل في الخمر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، هذه الصفة في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله، هذه صفة، وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يبقى لماذا ذكر الله العداوة والبغضاء والصد عن سبيل؟ لينبهك ويومئ إليك أن هذه هي العلة في التحريم. لكن هل هذه العلة استخدمت فيها أدوات التعليل من أجل ولكي وكي؟ لا، وإنما استخدم فيها وصف، هذا الوصف ليس له معنى في إراده إلا التعليل. قال: وكقوله صلى الله عليه وسلم في دم الاستحاضة: إنه دم عرق، يعني ليس من الحيض. الاستحاضة المرأة ينزل عليها دم عرق، دم مرض، وليس دم الطبيعة ولا الجبلة التي فطر الله عليها بنات آدم. فقال هي بتسأل عن دم الاستحاضة، هذا ليس في وقت الحيض. فقال: إنه دم عرق، يعني هل هذا حيض أو هذا نجس أو هذا يبطل الصلاة؟ قال: لا، إنه دم عرق، يعني وصفه بأنه دم عرق تعليل بأنه لا يبطل الصلاة، وعلى المستحاضة أن تتحفظ وأن تصل. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أين الوصف هنا؟ الطوافين والطوافات، التطواف يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الهرة، يعني دعاه أناس عندهم كلب جرو صغير، فامتنع الرسول من زيارة البيت الذي فيه جرو صغير، فدعاه ناس عندهم هرة فذهب عندهم. فقال الأول: يا رسول الله، دخلت عند فلان وعنده هرة، وهو ظن أن الهرة مثل الكلب، هذا التسوية، التسوية. فقال: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وقيل في سبب إرادة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى الإناء للهرة تشرب، فلما سئل قال: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني هذا التطواف أعطاها ناسب حكم مخفف. قال: وكقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وقوله صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن في دار فلان هرة، فقال: الهرة سبع، فوصف السبع هذا، وفي بعضها ليست بنجسة، يعني في بعض الروايات. فهذه الصفات، الصفات يعني التي وردت في النصوص السابقة، وإن لم يصرح فيها بلفظ التعليل، ليس فيها لأجل ولا لعلة ولا بسبب، إلا أنها خارجة مخرج التعليل، إذ لا فائدة في ذكرها سوى التعليل. ثم قال: ويليه، هذا رقم ثلاثة، يليه في ماذا؟ في المسلك الأول من مسالك التعليل، في النص المنطوق، النص المنطوق، ويليه في البيان أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة. فالظاهر أن تلك الصفة علة، يعني لو علق الشارع الحكم على صفة معينة، ها، فهذا التعليق يفهم منه العلية، هذا التعليق يفهم منه، فالظاهر أن تلك الصفة علة. وقد يكون هذا يعني التعليق، أنواع التعليق، بلفظ الشرط، يعني أن يعلق الشارع حكما على صفة، التعليق هذا قد يكون باستخدام أداة الشرط، كقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن كن أولات حمل، فأنت تفهم إن لم تكن أولات حمل فليس لها الإيه؟ النفقة. فالتعليق بالشرط على الحمل معناه الحمل هذا علة للإنفاق.
وكقوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن أبرت. التأبير يا أبناء التلقيح، أنا عندي نخل وأبرتها يعني لقحتها، فخذت هذا ما يعرف بالدكار ولقحته ثم بعتها بعد تلقيحها، فهذا الذي لقحته هذا الثمر هذا للبائع أو للمشتري؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع. يعني عند العقد يقول: أنا أشتري منك النخل بتأبيرك إياه. قال: فالظاهر أن الحمل علة لوجوب النفقة في قوله: وإن كنا أولاد حمل، والتأبير علة لكون الثمر للبائع. وقد تكون يعني التعليق قال ويليها أن يعلق الحكم، وقد تكون أو يكون يعني يكون التعليق بغير لفظ الشرط، فقوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يبقى الآن الشارع علق الحكم وهو القطع على الوصف وهو الايه؟ السرقة. ولذلك يقولون تعليق الحكم على الوصف بالفاء: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا تعليق لكنه ليس بأدوات الشرط. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال كقوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. فالظاهر أن السرقة علة لوجوب القطع وليست بلفظ الشرط، والطعم علة لتحريم التفاضل وليس أيضا بلفظ الشرط، لكن في الحقيقة تعليق حكم على وصف. قال: وأما دلالتهما يعني قول الله وقول رسوله من جهة الفحوى والمفهوم، يبقى ما سبق كان من جهة ماذا؟ المنطوق، المنطوق الصريح، وهذا أعلى مسالك العلم. وأما دلالتهما من جهة الفحوى والمفهوم فبعضها أجلى من بعض أيضا، فأجلاها ما دل عليه التنبيه كقوله عز وجل: فلا تقل لهما أف. هذا نبه بماذا على ماذا يا أحباب؟ نبه بالأدنى على الأهل، فلا تقل لهما أف، فنبه بالأدنى وهو القول التأفيف على الأعلى وهو السب والشتم والضرب، فلا تقل لهما أف. وكنهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء، فيدل التنبيه عند سماعه أن الضرب أولى بالمنع والعمى أولى بالمنع، هذا التنبيه سواء كان التنبيه بالأولى على الأعلى بالأدنى على الأعلى أو العكس. ويليه في البيان أن يذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى الذي تتضمنه تلك الصفة من غير جهة التنبيه. التنبيه يكون تنبيه يا أحباب يعني بالأدنى على الأعلى أو بالأعلى على الأدنى. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك. ويليه في البيان أن يذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى الذي تتضمنه تلك الصفة من غير التنبيه كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. أين الصفة؟ الغضب. يبقى الشارع نهى القاضي أن يقضي حال غضبه. ما هو شبيه الغضب؟ كل مشوش للقاضي. قال: وكقوله صلى الله عليه وسلم: في الفأرة تقع في السمن، إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فأريقوه. فيفهم بضرب من الفكر، يعني بعض الفكر والنظر والتأمل، أنه إنما منع الغضبان من القضاء لاشتغال قلبه، قلبه مشغول، وأن الجائع والعطشان مثله، يعني قلبه مشغول. إذا كان القاضي جائعا أو عطشانا أو بردانا أو خائفا أو محزورا أو مدافعا للأخبثين، كل هذه معاني أنت تدركها بالفقه وتقيسها على الغضب. وأنه إنما أمر بإلقاء ما حول الفأرة من السمن إن كان جامدا،
وإراقته إن كان مائعا لكونه جامدا أو مائعا، وأن الشيرق، الشيرق زيت السمسم، والزيت مثله، الشيرق زيت السمسم. يعني النبي سئل: الفأرة تموت في السم؟ قال: إن كان جامدا فألقوه محوله، وإن كان مائعا فأرقوه، يعني لا يصير نجس. طيب ما حكم لو وقعت الفأرة في غير السم؟ هذا هو الشيرق، أو في الزيت أو في شيء آخر، قس هذا على هذا. قال: فصل. وأما الدلالة من أفعال رسول، هذا مسلك المسالك العلة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقدم كان قول الله وقول الرسول، الآن وما زلنا نتكلم إلى الآن في المسلك الأول وهو النص أو الأصل. قال: وأما الدلالة من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أن يفعل شيئا عند وقوع معنى من جهته، من جهته هو صلى الله عليه وسلم، أو من جهة غيره، من جهته هو أنه سهى فسجد، ففهمنا أن سجوده كان علة للإيه السهو كان علة للسجود. نعم، السهو كان علة للسجود. قال: فيعلم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر له من المعنى، فيصير ذلك علة فيه. وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سهى فسجد، فيعلم أن السهو علة للإيه، هذا من جهته، وأن أعرابيا هذا من جهة غيره، هذا من جهة غيره، وأن أعرابيا جامع في رمضان فأوجب عليه عتق رقبة، فيعلم أن الجماع علة لإيجاب الكفار. قال: فصل. وأما دلالة الإجماع، يعني الآن مسلك العلة هو الإجماع، ما سبق كان مسلك العلة هو النص من الكتاب أو السنة، والسنة سواء كانت قولية أو فعلية. هل هناك مسلك للإجماع، مسلك للعلة من الإجماع؟ قال: وأما دلالة الإجماع فهو أن تجمع الأمة على التعليل به، يعني الأمة نفسها تجمع أن هذا علة، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في قسم السواد، سواد أرض العراق المفتوحة لما فتح المسلمون أرض العراق، هذا يسموها أرض السواد، الأصل في قسمة الغنائم أنها تكون على المجاهدين، يعني من باشر الجهاد، فسيدنا عمر خالف هذا وجعل الأراضي المفتوحة للمسلمين جعلها في مصالح الدولة كلها وليس في حق المجاهدين فقط، فقال في قسم السواد، قال: لو قسمت بينكم، لو قسمت أرض العراق هذه بينكم أيها المجاهدون، أنتم جن خاصة، لصارت دولة بين الأغنياء منكم، فيبقى في ناس تغتني وناس تبقى فقيرة، فهو جعل سواد العراق في مصالح الدولة كلها، ولم يخالفوا، اكتب عندك فكان إجماعا. يبقى هذا مثال للتعليل أو مسلك العلة بالإجماع. ويقولون أيضا يا أبنائي الأعزاء من مسالك العلة بالإجماع تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب في الميراث، يعني نقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الإيه؟ في الميراث، هذا بالإجماع. قال: وكما قال علي رضي الله عنه في شارب الخمر: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فأرى أن يحد حد المفترين، فلم يخالفه أحد في هذا التعليل فكان إجماعا. إذن من مسالك العلة الإجماع، وهذا مثال سهل. قال: فصل. وأما الضرب الثاني، الضرب الثاني الذي هو إيه؟ استنباط أو اجتهاد، وهذا يا أبنائي الأعزاء هو محل البحث، وهو الذي يتميز بسببه فقيه عن فقيه أو مجتهد عن مجتهد. قال: وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباط، وذلك من وجهين: أحدهما التأثير، والثاني شهادة الأصول. تأثير يعني العلة، احنا قلنا في العلة لابد أن تكون وصفا ظاهرا مناسبا متعديا منضبطا، المناسبة هذه يعني التأثير، يعني فيه
الوصف يؤثر في الحكم. مناسب جدا ان الاسكار في الخمر يناسبه التحريم لانه بيحافظ على العقل. قال وذلك من وجهين، احدهما التأثير والثاني شهادة الاصول. فاما التأثير فهو ان يوجد الحكم بوجود معنى فيغلب على الظن انه يعني الحكم لاجله، يعني لاجل المعنى لاجله ثبت الحكم، ويعرف ذلك من وجهين، بالسلب والوجود. ايه السلب والوجود؟ قال وهو ان يوجد الحكم بوجوده اللي هو الاضطراد والانعكاس، يعني كلما وجد الاسكار وجدت الحرمه، وكلما زال الاسكار زالت الحرمه. هذا السلب والوجود، وهو ان يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله. وذلك مثل قوله في الخمر انه شراب فيه شده مطربه، فانه قبل حدوث الشده كان حلالا، ثم حدثت الشدة المطربة فحرم، ثم زالت الشدة فحل، فعلم أنه هو العلة. فالضابط عند هذا هو السلب الوجود، يعني كلما وجد الوصف وجد الحكم، كلما انعدم الوصف انعدم الحكم. قال والثاني بالتقسيم. التقسيم هذا هو المعبر عنه في الدرس الأصولي بالصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم، ومعنى الصبر والتقسيم يا أبنائي يعني أن تحصر كل ما يصلح أن يكون علة ثم تختبره هل هذا صالح أو غير صالح. قال والثاني بالتقسيم، وهو أنواع التقسيم اكتب عندك، أن يبطل كل معنى في الأصل إلا واحدا فيعلم أنه هو العلة. يعني تقول العلة إما كذا أو كذا أو كذا أو كذا، ثم تبطل كلها إلا واحد تبقى هي العلم. مثل أن نقول في الخبز، هذا الخبز اللي تأكله العيش، هذا الخبز هذا يحرم فيه الربا. لماذا؟ أنا الآن سأعطيك 10 أرغفة وأخذها منك 12 رغيف، هذا ربا؟ نعم ربا. ما هي العلة؟ أنت تقول، تناقش نفسك أو تتشاور مع زميلك، ما هي العلة؟ تقول فلا يخلو إما أن يكون للكي لأن الخبز يكاد، أو للطعم بيطعم، أو للوزن. فالآن حصرت العلة في واحد من 3، ستبطل 2 ويبقى إيه؟ 1. هذا ماذا نسميه؟ صبر. صبر يعني اختبار، اختبار. فيبطل أن يكون للكيل لأن الخبز لا يكال. يعني أنت الآن ذهبت تشتري الخبز تشتريه بالكيلة؟ لا، ولا بالوزن. ها؟ لكن بالوزن ممكن هذا البتفور والأشياء الصغيرة هذه، ها؟ لكن هذا ليس خبزا يعني. فيعلم أنه لماذا؟ للطعم. هذا مسلك من مسالك العلة الاجتهادية يعرف بالتأثير، بالتأثير. والتأثير واحد من 2، أن يوجد الحكم بوجود معنى ويسلب بسلب. الثاني الصبر والتقسيم. قال فصل وأما شهادة الأصول، يعني من مسالك العلة ما يعرف بشهادة الأصول. وأما شهادة الأصول فإنه يختص بقياس الدلالة. سبق يا أحبابي وقلت لكم القياس 3، قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه وقياس العلة، والذي تذكر فيه العلة ينص فيها على العلة، وقياس الدلالة لا تذكر فيها العلة إنما يذكر لازم العلة أو أثر العلة أو حكم العلة. فهذا ما يعرف بشهادة الأصول. قال وأما شهادة الأصول فإنه يختص بقياس الدلالة، وهو أن يدل على صحة العلة بشهادة الأصول. وذلك مثل أن نقول في القهقهة، عند السادة الحنفية الذي يقهقه في الصلاة يبطل الوضوء، يعني القهقهة تبطل الوضوء، وعند الجماهير لا تبطل الوضوء. فنقول إن ما لا ينقض الطهارة خارج الصلاة لا ينقض داخل الصلاة، كالكلام. يعني الكلام لا ينقض الطهارة داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. يعني الإنسان متوضئ الآن وصار يتكلم ينتقد الوضوء، طب هو بيصلي بيتكلم، يتكلم كلام في صيغة الصلاة، يعني يذكر يقرأ الفتحة ويكبر ويركع وهكذا.
فيدل على عليه بأن الأصول تشهد بالتسوية. يعني الأصول لك أن تكتب القواعد العامة، يعني شهادة الأصول يعني القواعد العامة، فيدل عليه بأن الأصول تشهد بالتسوية بين خارج الصلاة وداخل الصلاة. ألا ترى أن ما نقض الطهارة داخل الصلاة نقض داخلها وخارجها كالأحداث كلها. ها؟ عندنا نحن الشافعية والذي ينقض وضوء ستة أشياء، الشافعي ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر وغيره ولمس الرجل للمرأة الأجنبية ومس العورة على الجديد. نعم أحسنت يا شيخ، بس حلقة الدبور على الجديد من مذهب الشافعي. وما لا ينقض خارج الصلاة لا ينقض داخلها. يبقى أنتم كيف تجعلوا القهقهة ناقضة للوضوء؟ والأصول تشهد أن ما نقض داخل الصلاة ينقض خارج الصلاة، فيجب أن تكون القهقهة مثلها. فصل. فأما سوى هذه الطرق التي ذكرناها اللي هي الأصل والاستنباط فلا يدل على صحة العلة. يعني ما عدا هذه المسالك لا تجعلها علة. وقال بعض الفقهاء إذا لم يجد ما يعارضها ولا ما يفسدها دل على صحتها. كأن الشيخ الشرازي قال هذه مسالك العلة التي نعرفها، أصل واستنباط، وبينا الأصل وبينا الاستنباط، ما عدا ذلك لا تلتفت له ولا تجعله علة. بعض الناس قال لا، ممكن ما عدا هذه المسالك تجعلها علة. وقال بعض الفقهاء إذا لم يجد ما يعارضها، ما يعارض العلة، وستأتي عوارض العلة في الدرس المقبل إن شاء الله، ولا ما يفسدها دل على صحته. وقال أبو بكر الصيرفي طردها يدل على صحتها. ولك أن تكتب عندك في المساحة الوضاء هل يكتفى في العلة أو هل يكفي في العلة عدم معارضتها بشيء. يعني أنا سآتي بوصف وليس له معارض، هل هذا كافي ولا لابد نشترط العلة بشروطها وبمسالكها؟ هل يكفي في العلة عدم معارضتها؟ رأيان، الأول نعم والثاني لا. سؤال ثاني، هل طرد العلة كاف في التعليل؟ هذا ما سيجيب عنه الشيخ. قال فأما سوى هذه الطرق فلا يدل على صحة العلة، هذا الرأي الأول. وقال بعض الفقهاء هذا الرأي الثاني. الرأي الثاني هذا جواب على ماذا؟ على هل يكفي في العلة عدم معارضتها بشيء؟ يعني العلة موجودة وليس لها معارض. وقال أبو بكر السيرفي، هذه الجزئية الثانية، هل طرد العلة كافي في التعليل؟ وقال أبو بكر السيرفي طردها يدل على صحته. فأما الدليل على من قال إن عدم ما يفسدها، يعني عدم المعارض، دليل على صحتها. الآن الشيخ الشرازي سيرد على من يقول بصحة التعليل بمجرد العلة مدام ليس لها معارض. قال فهو أنه لو جاز أن يجعل هذا دليلا على صحتها لوجب إذا استدل بخبر لا يعرف صحته أن يقال عدم ما يعارضه وما يفسده يدل على صحته. يعني كل من أراد أن يستدل بحديث ولا نعرف هذا الحديث يقول هذا ليس له معارض، وما دام ليس له معارض يبقى صحيح. وهذا طبعا الكلام لم يقل به أحد. قال وهذا لا يقول أحد. وأما الدليل على الصيرفي الذي ماذا يقول؟ إن مجرد طرد العلة دليل على صحته. وأما الدليل على الصيرفي فهو أن الطرد فعل القائس الذي يجري القياس، يقول كلما كذا كذا، وفعل القائس ليس بحجة في الشرع. يعني ما الذي أجرى الطرد هذا؟ قال هذا الطرد هذا فعل القائس وليس وصف في ذات العلة،
بخلاف الإسكار في الخمرة وصف الشارع هو اللي نص عليه. قال وفعل القائس ليس بحجة في الشرع، ولأن قوله إنها مضطردة معناه أنه ليس هنا نقد يفسده، وقد بينا أن عدم ما يفسده هو الجواب على الجماعة الأوليين لا يدل على صحته. بهذا نستطيع أن نقرر أن العلة لا تعرف إلا من مسالكها التي نص عليها العلماء. الأصل ويشمل قول الرسول قول الله وقول الرسول وفعل الرسول والإجماع والاستنباط أو الاجتهاد، ومسالك العلة عن طريق الاستنباط كثيرة، وإن اقتصر المصنف على بعضها لكنها أشهرها. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.